بالنسبة للحكومة طلقت هاي المبادرة 5 سنوات للتنمية، هي هاي أهم شيء تفيد المواطن، يعني 5 سنوات ليه قدام، لأن هسه يعني تقريبا الحكومة من بدأت لحد الآن تقريبا أحسن من الحكومات السابقة، جاي تسوي الشغل، جاي نشوف احنا شيء ملموس بالشارع. الحكومة المتمثلة بالسيد السوداني خلت نصب عيونها خدمة المواطن، مواطن العراقي بالذات، كل المحافظات بدون تمييز حقيقة. هذه المسو أنا أحسها كانت محافظة نينوى، وشفت الاهتمام البالغ من قبل دولة رئيس الوزراء، فأنا أشجع وأنا أيد هذه الخطوة المباركة، ونسأل الله أن نكون بعد 5 سنوات أن تكون وضعية بلدنا أفضل وأفضل عن السابق. نحاول قدر الإمكان نعطي هاي الفرصة، يعني هاي نصبر عليها شوية، يعني مو نريد هاي الامور تحصل بين يوم وليله، يراد لها وقت ويراد لها، لان هاي بيها تخطيط وبيها افق وبيها استشارات. فانا اعتبرها من وجهه نظري كمتابع انه خطوه للامام تحسب للحكومه. حياكم الله. خطط خمسية بشعارات تنموية، رؤى ومسارات جديدة لطي صفحات الفشل والإخفاق القديمة، ولكن هل ستتغير السياسات ونجتاز ما فات وبالتالي نداوي جراح الحرمان بمشاريع تنهض بالبنى التحتية وتحقق التنمية المستدامة في بلد لا تكمل حكومة تخطيط من سبقها؟ كيف سيكون العمل لخمسة أعوام والدورة الانتخابية حدودها 4 فقط؟ كيف سيكون التقييم والتقويم والمراجعة؟ استفهامات سنطرحها على الطاولة وسنبحث عن الإجابات في آراء المختصين، إلا إذا كانت بعيدة المنال بالطبع أو أقرب من صواريخ حزب الله اللبناني التي تمطر سماء الكيان. لكل فعل ردة فعل، لا اعتداءات ولا تجاوزات ولا حتى فروقات تمر مرور الكرام في أراضي المقاومة، والرد يكون بدل الساعة 10 ولكن في المكان والزمان المناسبين، وهذا ما لا يخطر على بال أحد. وتبقى أجواء التحليلات مشتعلة كل ليلة، هل سيكون الرد بعد ساعات أو بعد أيام؟ جواً، براً، بحراً، بالطائرات المسيرة أو الصواريخ؟ وفي كل الأحوال لا أجوبة واقعية لهذه الاستفهامات إلا عند صاحب الكلمة الفيصل في ميادين الجهاد. ملفنا الأول راح يكون عن إطلاق خطة التنمية الوطنية الخمسية لعام 2024-2028 لوضع مسار التنمية المستدامة، وراح يكون ويانا الأستاذ الخبير الاقتصادي الدكتور دريد العنزي. حياك الله، أهلا وسهلا. طبعا أحب أن أنوه إلى أنه يجب أن ينضم إلينا الدكتور الاقتصادي فالح الزبيدي، ولكنه تأخر لظروف عسى المانع أن يكون خير إن شاء الله. لذلك نعم، لذلك سأبدأ معك دكتور دريد. يعني خطة التنمية الوطنية الخمسية، بداية خلي نعرفها للمتلقي، بماذا تعرفها كخبير اقتصادي حضرتك؟ نعم، على ما يبدو أنني لا أسمعك بصوت واضح دكتور دريد، ممكن تفتح الصوت من يمك إذا ممكن الكتم؟
لا لا اسمعك بصوت واضح دكتور دريد. على اي حال اهلا وسهلا، الان تسمعني؟ اسمعكم جيد. نعم طبعا بعد التحية والسلام سألتك عن تعريف الخطة الخمسية للتنمية المستدامة حتى المتلقي يعرف هذه الخطة باعتبارك رجل وخبير اقتصادي، ممكن توضحها لنا؟ نعم، هي خطة تعتمد على عدد السنين، ولهذا هي 5 سنين، ولهذا سميت بالخطة الخمسية. وأكو خطة عشرية وأكو خطة خطط يعني طويلة الأمد بس مقسمة إلى سنوات. الاختيار لخمس سنوات يعني يعطي مجال تجربة وبناء وتصحيح خطأ واستمرارية. عمر الخمس سنوات يعني عمر بالاقتصاد يكون كافي لتثبيت كثير من المفاهيم خلال هاي السنة الخمسية. التطوير لغرض الانتقال إلى مستوى أعلى، إما نزيد خطة خمسية أخرى أو نسوي لنا خطة عشرية حسب الإمكانيات الإدارية اللي موجودة عندنا. بس إحنا الآن في الوضع الحالي يعني الخطة الخمسية مالتنا ما تحتاج أزيد لغرض تثبيت الأسس والقواعد الأساسية لعملية البناء اللي إحنا نريدها. طيب نعم. حتى أفهم دكتور دريد، أنت قلت إحنا ما نحتاج أزيد من 5 سنوات، طيب ممكن نخليها أقل من 5 سنوات لتحقيق نتائج أفضل؟ لا 6، يعني لأول مرة بهاي الخطة، لأول مرة بهاي الخطة. سابقا كل المتحدثين كانوا تكلمنا وحكينا كثير أنه استثمار رأس المال البشري بهاي الخطة لأول مرة وضعت، ولهذا أنا يعني من المؤيدين إلها. استثمار الرأس المال البشري مو بناء بيت، تربية زين ممارسة. مو هي وين المشكلة دكتور؟ لو سمحت إلي، هي الخطة خمسية لخمس سنوات مقبلة لإنعاش التنمية المستدامة، طيب هي الحكومات 4 سنوات، طيب وإحنا دولة حكومات ولسنا دولة مؤسسات، يعني ممكن جدا الحكومة اللي جاية تمسح تماما المشاريع والخطط القديمة. يعني إذا مسحتها فهي عملية إجرامية ما تختلف، يعني ما بها مجال. يعني أنا أبني مستشفى أو مدرسة أو مجمع سكني أو معمل أو أقوم بإنشاء مزرعة لأن راحت الحكومة أعوفها، لكن هذه يعني صارت دكتور واقع مرير إذا تكرر، لأن تكرر سابقا والآن في وزارة التخطيط أكو بحدود 9000 مشروع متلكئ نتيجة هاي الأعمال غير القانونية. وإحنا ما هي الأعمال الغير القانونية دكتور؟ نعم شن هي الأعمال الغير قانونية؟ وصفتها بالأعمال الغير قانونية، ممكن نعرفها شن هي؟ يعني مثلا مثل ما تفضلتي خلصت 4 سنين، أنا أعوف الجهد كله بناء 4 سنين وتهيئة 4 سنين وأبدي بخطط جديدة حتى يقولون أنا الحكومة سويت زي. هذا مو اقتصاد ولا وطن ولا نعم. وطن ولا مواطنة. أرحب الآن بالدكتور فالح الزبيدي، حياك الله دكتور، تأخرت علينا، عسى المانع خير إن شاء الله. لا إن شاء الله استحام الطرق. أهلا وسهلا بحضرتك. كنا نتحدث عن الخطة الخمسية الوطنية، وكنت أتحدث مع دكتور دريد هل هي كافية، لأنه إحنا بصراحة أكو قلق اليوم، أكو ترقب يقول لك شنو فائدتها وعمر الحكومة يعني راح ينتهي، ليش تخلي خطة لخمس سنوات ممكن الحكومة المقبلة المنتخبة تمسحها بسهولة؟ نعم صراحة أنا يوم أمس كنت أنا والدكتور دريد العنزي ضمن وزارة التخطيط عند إطلاق السيد رئيس مجلس الوزراء الخطة الخمسية لمدة 5 سنوات. بصراحة الخطط مثل ما تفضل دكتور دريد هي ممكن تكون ل10 سنوات، ممكن تكون لأكثر، لأن عندنا بعض المشاريع اللي هي ما تكمل خلال سنة أو سنتين أو 3 سنوات، مثل مشاريع البنية التحتية، الطرق، الجسور، بناء المصانع، خطط لإنشاء مدارس، مستشفيات، مثل ما تفضل اللي هو هذه الخطة. طبعا كانت عندنا قبلها خطط أيضا موجودة، يعني هذه الخطة هي تأخرت في إطلاقها
لأن كان المفروض تطلق قبل بداية 2024. الآن إحنا في الشهر الثامن. زين ليش تأخرت؟ ما المواطن اليوم يقول لك ليش يموتوها بعمر الحكومة يحصروها وبالتالي ما تنجح. مو بس تأخرت 8 أشهر، وإنما عندنا سنة بدون خطة اللي هي سنة 23، لأنه الخطة السابقة هي 18-22، هم 5 سنوات كانت الخطة السابقة، والخطة المفروض تتبعها يعني بعدها مباشرة، فتأخرت سنة وتأخرت بعد السنة أيضا، ولحد الآن طبعا لم يصدر كتيب في هذه الخطة، يعني ما طبعت يعني، وإنما أعلن عن أهدافها وهي أهداف استراتيجية كبيرة، ولو نفذت طبعا ستنتشل العراق من مستوى إلى مستوى آخر. هنا النقطة. نفذت. لو نفذت. أي لو نفذت. هسه تتيجي على الورق ما شاء الله الخطط جيدة وجميلة. على أرض الواقع. أنت وضعت يدك على الجرح كما يقولون. يعني إحنا نسوي خطط وهنالك يعني جائز يكون ضعف بالمتابعة وكذلك عدم التنفيذ، وإذا ما فائدة الخطة إذا لم تنفذ. والخطة الآن وضعت أهداف استراتيجية كبيرة من ضمنها مثلا رفع معدل النمو الاقتصادي، يعني الناتج المحلي الإجمالي العراقي مثلا سنويا المفروض يزيد 4.6%، وهذا معدل يعني نسبة كبيرة جدا، يعني أعلى بضعف معدل النمو السكاني للعراق. يعني الآن معدل النمو السكاني للعراق 2.6% تقريبا بالمية، وهذا طبعا يعتبر مرتفع، يعني عندنا زيادات سكانية عالية، وطبعا خاصة العاصمة بغداد تعاني من اكتظاظ كبير جدا، يعني أكثر من 11 مليون مواطن يعيشون في أصغر محافظة من حيث المساحة اللي هي بغداد. ونشوف أنه هذه الأعمال الاستراتيجية اللي دا تقوم، البنى التحتية، المجسرات لفك الاختناقات المرورية وغيرها، هاي أيضا ضمن الخطة. أيضا نحتاج هذه الزيادات السكانية، إذا ما نعالج المشاكل الموجودة حاليا راح تتفاقم، لأن عندنا مثلا أزمة السكن، كل ما زيد عدد السكان يزيد الطلب على السكن، يعني إذا ما حلت هاي المشكلة راح تتفاقم المشكلة. أزمة الصحة، كل زيادة سكانية أوفرهم لازم مدارس، مستشفيات، جامعات. اليوم أكو سؤال بالشارع العراقي وأنا نقلة لحضرتك. دي يقولون إحنا كل الحكومات السابقة ما كانت عندها خطط، هم كانت عندها موجودة خطط وكانت الخطط جيدة وتفائلنا بها خير وقلنا يا الله، لكن وينها؟ ليش المفروض بهذه الخطة نتفائل ونقول عليها يا الله وهذه راح تحقق التنمية المستدامة للعراقيين؟ إحنا لازم نكون متفائلين، وإلا يعني لأنه ما نقدر نشتغل إذا ما نكون، إذا أنا متشائم وأشتغل يمكن نتائج يصير أنا أسألك كخبير اقتصادي، النتائج من الخطط السابقة، جت حكومات ومسحتها، جت حكومات وما كملت، هي مو مسحتها وإنما توقفت، تلكأت العديد من المشاريع لم تنفذ، وهذا أدى إلى يعني عدم تحقيق أهداف الخطط السابقة، وهذا طبعا مثل ما تفضلت يعني مشكلة، يعني هو المشكلة في التنفيذ. يعني أنا أسوي خطة وأسوي أهداف طموحة، أهداف طموحة يعني أكثر مما يعني مثل ما نقول متوقعة. ليش لازم المواطن يتوقع أنه هذه الخطة راح تنجح؟ وشن هي الدلائل؟ الدلائل هو في يعني من نقول في المدة السابقة والفترة القادمة راح يشوف المواطن هل أنه تم تنفيذ تلك المشاريع أم لم تنفذ. هنا المواطن هو راح يقيم، يشوف يقول يابا أنتم مثلا قلتوا لنا راح نبنى هالقد عدد من المدارس، مثلا الآن محتاجين مثلا في كل العراق ما يقرب من 10,000 مدرسة جديدة تبنى حتى نتخلص من الدوام المزدوج ونتخلص من الحاجة إلى المدارس نتيجة زيادات السكانية. كل هذا الشيء زين، تحققت هاي 10,000 مدرسة مثلا، أو أعداد المستشفيات، عدد الأطباء مثلا، عندنا مؤشرات بالاقتصاد، مؤشرات اجتماعية، عدد الأطباء لعدد السكان اشقد، هذا المفروض يزيد النسبة هاي فحتى أوفر مستوى صحي ومستوى ثقافي، هذا اللي احنا نسميه الاستثمار في رأس المال البشري، يعني اهتم بالإنسان بصحته وتعليمه. هاي حضرتك قبل كم يوم نائب رئيس فريق التواصل الإلكتروني الحكومي جالس في مكانك، ذكر أنه بعض المشاريع غيبت لعشر و15 سنة
في المحافظة. زين الخطط الحكومية وين كانت؟ بس هاي يعني أعطيك مثال على هذا هذا يعني ميناء الفاو المفروض ينجز في سنتين أو ثلاث سنوات من 2010 ولحد الآن لم ينجز، يعني صار 14 سنة ميناء الفاو، وهو أكبر ميناء فاو، أكبر ميناء عفوا للعراق، والمفروض إذا أنجز يوفر لنا مليارات الدولارات. الراح راح، هسه راح ينجز لو لا؟ والله حسب ما موجود بالخطة الخمسية من ضمن الأولويات أنه ينجز ميناء الفاو، وينجز أحسن من ميناء الفاو اللي هو طريق التنمية، طريق التنمية اللي يربط من الفاو إلى تركيا. هذا الطريق الاستراتيجي اللي راح يوفر فرص عمل، والمفروض ونتمنى أنه ما يكون العراق ترانزيت فقط لمرور البضائع الأجنبية، وإنما يكون محط لصناعة محلية. نعم. دكتور دريد، شنو رأيك بالمشاريع هسه كخطط؟ المواطن متفائل بها خير، لكن المشكلة وين؟ لو نفذت على أرض الواقع، دائما يكون التلكؤ والفشل في تنفيذها على أرض الواقع. هذه المشاريع هذه المرة راح تنفذ لو لا؟ يعني احنا أول 6 أشهر من عمر الحكومة عفوا، أولا مرحبا مرة ثانية بالضيف الكريم، وكنا سوا حياكم الله اثنينكم. أول 6 أشهر من عمر الحكومة كان كله سين وسوفة، بعدين بدت تأخذ إجراءات إلى أن أصبحت واقع أن هناك بادرة عمل. لاحظنا دخول كثير من المشاريع حيز التنفيذ وقسم منها نفذ. الخطة هذه أول فقرة بيها الاستثمار بالرأس المال البشري. هذا العنوان يعني إذا طبق، وبي فقرات تقريبا 42 فقرة، هذا إذا طبق تهيئت القاعدة الأساسية للتنفيذ. احنا عندنا أمية قراءة وكتابة، أمية فنية، ما عندي فنيين أنا لأن أفتح 10 مشاريع في دفعة واحدة، لا بمحافظة ولا بالعراق، 10 مشاريع ضخمة. يعني هسه من 2008 لليوم 3/4 العاملين في جولات التراخيص أجانب. فأنا الاستثمار برأس المال البشري يعني توليد كادر فني يستوعب هاي الخطة التنموية. هاي الخطة الوحيدة اللي خلت الفقرة الأولى الاستثمار بالرأس المال البشري، معناتها أمية ماكو، أمية فنية نتجاوزها أو نهيئ لمشاريعنا، أمية إدارية. بعدين هسه طلعت لي سالفة الحوكمة والحكومة الإلكترونية، هاي احنا أميين بيها، فكيف المواطن المالي؟ هنا السؤال دكتور دريد، حتى الطاقات البشرية في العراق هي جاهزة لمواكبة هذه التطورات؟ احنا جدا نحكي رأس المال البشري الآن الفقرة الأولى بالخطة هذه، رأس المال الاستثمار بالرأس المال البشري. نعم. هاي راح يجهزون. أنا الآن أجي أجيب 1,100 عامل يبنون بيت يضيعون الوقت ويضيعون المواد. أنا راح يعني هاي المجمعات السكنية اللي انهش عليها صارت أول مرة خطة لإنتاج المواد الإنشائية كلام، لكن الآن أنا أحتاج إلى رأس مال تنمية القطاع الخاص، أحتاج إلى كفاءات فنية. أنا الآن المهندس مالي غير فني متكامل، أجي أنزل على كادر فني ما يدبرها وأصعد أمي إلى كادر فني. الاستثمار بالرأس المال البشري الآن، لكن هذا الاستثمار دكتور يحتاج إلى وقت، بدون إنشاء هذا جوهر الخطة الخمسية الجديدة، بدون إنشاء أهيئ كادر، أي كادر مع مختلف جامعات العالم، معاهد العالم، المنظمات الفنية بالعالم، تجي تهيئ لي كادر وأروح مكان ما أخلي 10 عمال 15 أخلي 5 عمال يبنوا لي مجمع. هاي الآلية الآن، هذه الآلية واضحة ومفهومة دكتور، لكن سؤالي كل هذا اللي دا تتفضل به هذا يحتاج إلى وقت،
الآن عمر الحكومة لم يتبقى منه الكثير، لذلك الخطة الخمسية شو راح نحققها إذا ما جاءت حكومة غير حكومة السيد محمد شاع السودان؟ أي السؤال، هذا السؤال خليه على جانب، ما لي علاقة بعمر الحكومة، هذا راح يصير قانون، هاي الخطة راح تصير قانون. قانون ما كل واحد يجي يلغيب كيفه، لما ما أكو قانون ده يلعبون به، فهذا قانون. وأكو شعب هسه يراقب، أكو ناس، أكو تظاهرات، كل يوم طالعة تظاهرات الآن. من هسه من الآن أنا أدور على مثل ما تفضل الأستاذ الضيف الكريم، أدور على النسخة الأصلية حتى أتابعها. خبرت منتسبين في وزارة التخطيط قالوا لي دي يعدلوها. أنا عندي نسخة كثير، انتبهوا كثير من الناس إلى أن يجب أن تكون متابعة. أصبح الوزير ورئيس الوزراء والمحافظ والإدارة المحلية بمراقبة الشعب. دكتور، شوف التظاهرة. دكتور حتى أفهم، يعني حتى بعد انطلاق هذه الخطة حتى الآن هي تعدل؟ تعدل؟ نعم. أي؟ ست؟ هي الخطة انطلقت تجربة. واللي أنت عندك تعديل؟ هذه بس اسمحي لي، هذه يجب أن تعدل، ويجب أن تعدل وتعدل 3 مرات. الآن أنا كلها ما متوالمة، لا القطاع الخاص بنموه ولا الزراعة ولا الصناعة ولا القطاع العام. شنو اللي راح يظهر لي؟ يجب أن أهيئ البديل لأي مشكلة. نعم. هذا اقتصاد. وضحت الفكرة تماما دكتور. دكتور العملية. نعم. الداخلية داخل هذه الخطة. أي. هناك بنود ثابتة. طيب. ما ذكر سابقا. كانت الخطط السابقة خطط مشاريع متقطعة. الآن أسس لخطط مشاريع متكاملة ومتسلسلة. طيب. أستاذ فالح. اعتقد وياك ويا حضرتك النسخه الاصليه، لان والله لا هي بصراحه اسالك يعني هو ما اساسيات هذا التعديل او ما هو المعيار؟ الان لم تطبع الخطه وتوزع ككتيب لمؤسسات الدوله. بعد مين حصلت على لا هذا؟ لا يعني الخطة؟ هو حسب ما توفر اليوم امس انه من معطيات ومن عرض استطعنا ان نستشف الاهداف الرئيسيه والمجالات اللي راح تكون بها هذه الخطة. زين. الخطة سألتي سؤال الدكتور دريد أنه هل يمكن كل خطط العالم ممكن أن تعدل وفق الظروف اللي ممكن يعيش بها البلد؟ والأساسيات للتعديل. التعديل مثلا عدم توفر تمويل لازم، عدم توفر كوادر، أو توفر أموال فائضة. ممكن أضيف للخطة، كل خطط العالم ممكن أن تعدل، يعني الخطة هي مو قرآن، ممكن أن تعدل مع الزمن. أقدر أضيف مشاريع وأقدر ألغي مشاريع أشوفها غير ذات أهمية، موجودة مشاريع أخرى أهم من عندها. هذه كل خطط العالم. النسخة مع حضرتك نسخة أصلية؟ لا لا تعتبر، يعني ممكن أن يصير عليها تعديلات. إيش قد بالمية؟ يعني مو شرط، يجوز 10% التعديلات مالتها. هذه الخطة اللي موجودة حاليا واللي أطلقها السيد رئيس الوزراء تشمل جميع مناحي الحياة في العراق، الاقتصادية والاجتماعية. يعني أكو بعض القطاعات ما كانت ضمن الخطط السابقة. الخطط. يا قطاعات. يعني مثلاً قطاع الاستثمار في رأس المال البشري. زي. إعداد كوادر. يعني ليش أنا أجيب يعني حتى هاي الخطة إحنا جبنا منظمتين أجنبية حتى يساهمون في إعداد الخطة. ليش العراقيين ما قادرين إنه منظمات استشارية؟ طبعا منظمة اليونيدي، منظمة الأمم المتحدة. زي. ومنظمة أمريكية هذا اللي ساهمت فيه. ليش؟ كمساعدة. كي بي آر، شركة كي بي آر. لا الأمريكية. مو شريكة. نعم. فهاي يعني هاي المنظمات منظمات دولية، هذه المنظمات ساعدت كخبراء ومستشارين. والمواطن يقول لك هذه بها عقود من الفساد، خل أحكيها بصراحة. لذلك ما يردون ابن البلد حتى يمررون عقود فساد. فسؤال لحضرتك، أنا أقول لك رأي شارع بصراحة. لا لا ما لحد الآن ماكو عقود ضمن الخطة. لا بالخطط القديمة. بالخطط القديمة ليش العراقي ما يكون بالواجهة؟ هو هذا اللغز، هذا السر العجيب
اللي ما حد يجاوبني عليه. والله ليش العراقي ما يصير بالواجهة؟ أريد منك سبب مقنع باعتباره خبير اقتصادي. سؤال يعني سؤال جيد جدا. أنه أنا أتمنى العراقيين هم يستلمون الاقتصاد وكذلك حتى الشركات النفطية العراق هو يستلمها، وإحنا مو قاصرين في إنتاج المنتوجات العراقية، وأخلي الاستيراد ينخفض وشغل أسوي جرد بجميع المصانع المتلكئة والمتوقفة سواء كانت حكومية أو قطاع خاص، وكلها أشوف شنو المشاكل مالتها وأشغلها وأخلي هالشباب العاطلين عن عمل يتجهون إلى هالشباب. العمالة الأجنبية بالمشاريع العراقية ما تشكل خصوصا بالشركات النفطية. مو هي شوفي قطاع النفط العفو ست هو يأخذ أقل عدد من الأيدي العاملة، يعني بالقطاعات الاقتصادية عندنا قطاعات اقتصادية تأخذ عدد كبير من الأيدي العاملة مثل قطاعات البناء مثلا أو الزراعة أو القطاع الصناعي، طبعا هو اللي يأخذ أكثر، تعرفين عشرات الألوف أو ملايين كل مصنع. قطاع النفط ما يأخذ عدد قليل جدا، لكن هذا العدد القليل يكلف الدولة أسعار خيالية. هذا صحيح، الخبير النفطي يمكن راتبه خمس أضعاف الخبير العراقي. هذا صحيح. نعم هذا صحيح، يعني هذا هنا تتبع سياسات تسويق النفط. يعني أنا من جبت شركة أجنبية وخليت استخراج النفط بالتعاقد مع هذه الشركة راح أأمن سرعة تسويق النفط العراقي إلى الأسواق العالمية. ليش النفط العراقي ما مرغوب؟ العالم كله قاعد ركبه ونص حتى يأخذ النفط العراقي. أنا ليش أحتاج أسوق بضاعة هي ماشية بالسوق؟ نعم بضاعة ماشية في السوق، وهنالك أكو شغلات ما يعرفها المواطن البسيط، أنه النفط سوق النفط تتحكم به عوامل عديدة، وكل هاي العوامل اللي تتحكم سوق النفط هي مو داخلية خارجية. يعني مثلا الخزينة الاستراتيجي الأمريكي، يعني أمريكا مثلا هي المنتج الأول طبعا بإنتاج النفط في العالم، ولكن كل إنتاجها ما يكفيها كاستهلاك، لأن تعرفون البلد الصناعي الأول بالعالم، فتستهلك كل ما تنتجه وتستورد بقده. أي فهذا عندهم خزين استراتيجي لمدة مثلا 6 أشهر. هذا الخزين الاستراتيجي من يقولون أنه اكتفينا بالخزين الاستراتيجي يعني معناها إحنا ما راح نطلب نفط، رأسا يهبط سعر برميل النفط في السوق العالمية. أو عوامل أخرى مثلا معدل النمو الاقتصادي العالمي، يعني الصين إذا تباطأ معدل النمو مالها راح يهبط الطلب على النفط العراقي. وإحنا اقتصادنا مربوط ومرهون بكل العوامل المتغيرة اللي حضرتك قلت. هذا الهدف اللي أشارت إلى الخطة الخمسية اللي هو شنو؟ تنويع الإنتاج، يعني ما نظل نعتمد على النفط فقط. نعم. دكتور دريد، هل يعني لو وضعت أمامك الآن مسودة لتعديل لكتابة خطة لإضافة ربما يعني خطة استشارة برأي، يعني إيش راح يكون عندك خطة معينة أو فكرة معينة لتنضيج هذه الخطة؟ والله ست أنا هاي كاتبها قبل وحاشيها بأكثر من قناة، أي لا حد الآن ما نقدر نستوعب أنه هناك نظريتين اقتصاديتين في عملية البناء الاقتصادي. عملية التنمية الاقتصادية اللي تتحدث عنها الخطة تحتاج إلى إيقاف التدهور، وأبدي بخطة غير متوازنة إلى أن أوصل للتوازن، وأبدي بخطط عود راح أدخل للتنمية. لكن هذه التنمية الاقتصادية أنا ملاحظتي على هذه الخطة الخمسية لما قالوا الاستثمار البشري قلت بلكي يتطرقون إلى التنموية الاقتصادية. أكو فرق بين التنمية الاقتصادية والتنموية الاقتصادية. التنمية الاقتصادية راح يبدو لي مصفو بتروكيماويات ب$20 مليار مع مجمع صناعي ولمدة 10 سنين يلا ينفذ، يعني خطتين خمسيتين هاي تنمية. نعم. التنموية الاقتصادية تعتمد على الصناعات إلى حد المتوسطة اللي تسد 90% من الاستهلاك الداخلي وتشغل لي أكثر من 70-80% من الأيدي العاملة. هسه المصفى مال كربلاء راح تخلوه استثمار. طيب إذا دي يجي البتروكيماويات راح
11 مليار 10 سنين على ما يصير راح يصرفون عليه 15 تريليون مليار دولار. هذا 10 سنين يعين لي نص مليون. وضحت الفكرة، وضحت الفكرة تماما فيما تتفضل. بسؤال أخير، أنا أسف على المقاطعة ولكن بالفعل وقتي انتهى. بسؤال أخير وباختصار لو سمحت، حضرتك ودكتور فالح قلتوا أنه نحن كنا متواجدين خلال افتتاح وإطلاق هذه الخطة الخمسية، لماذا الحكومة تستعين بخبرات أجنبية؟ هل قدمتم أفكاركم؟ هل قدمتم ما تحملونه من نظرات اقتصادية؟ ونحن لدينا كفاءات كبيرة. صار سنتين نقدم، أي صار سنتين نقدم، بس اللي تجي المنظمات اللي تجي من الخارج جايبة عملية تجذيب، لأن هم أصحاب الخبرة. يعني أنتوا آراءكم تأخذ بيها لو لا دكتور؟ ما إجوا عدمونا. زين، تأخذ بآراءكم لو لا؟ نعم؟ يؤخذ بآراءكم لو لا باختصار. 90% أخذت بالآراء وأكثر، والفضل يعود، يعني ما الفضل كله بس الشخص الوكيل الوزير الصناعة التخطيط. نعم. يعني فإنسان مفتح ومتألق. شكرا، شكرا جزيلا دكتور، أعتذر جدا من حضرتك لكن بالفعل وقتي انتهى. الدكتور دريد العنزي الخبير الاقتصادي حياك الله، شكرا جزيلا. الدكتور فالح الزبيدي حياك الله، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. ملفنا الثاني راح يكون عن ضربات المقاومة الإسلامية ضد الكيان الصهيوني، وآخرها يوم أمس حزب الله الذي أمطر سماء الكيان بخمسين صاروخ ردا على استهداف المناطق الجنوبية في لبنان. راح نفتحه وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. حزب الله اللبناني هو من حدد التوقيت وهو من ضبط كثافة الرشقات الصاروخية. تنهمل الصواريخ على الجليل الأعلى المحتلة، ووسائل إعلام الكيان الصهيوني إن صفارات الإنذار تدوي في 15 بلدة بالمستوطنات في شمال إسرائيل بعد رشقها بخمسين صاروخا. هذا أقل ما يمكن نقول عليه أنه قصف الجليل داخل من قبل حزب الله 50 صاروخ، لا خلي يسوون 500 صاروخ، خلي يهجمون على رأسهم. أعتقد أنه هذا أقل رد ممكن يرد أي واحد عنده ذرة غيرة من العرب ومن الإسلام. الكيان الصهيوني يعني يرى بأن حزب الله والمقاومة هي الند الكبير له وهي موازية له، كل ما يكون هناك اعتداء إسرائيلي يرد عليه حزب الله بأكثر وأكثر حتى يرحوي هذا الكيان الغاصب. للمرة الأولى حزب الله يقصف مستوطنة بيت هيلل بعشرات الصواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على استهداف المدنيين في جنوب لبنان والفلسطينيين في غزة، ويوسع نطاق هجماته على مواقع الاحتلال. ما قام به حزب الله اللبناني من في جنوب لبنان من قصف مركز على مناطق في يعني الأراضي المغتصبة، بالتأكيد هذا رد فعل طبيعي لما يعني ما تقوم به من عمليات إجرامية بحق الشعب الفلسطيني، وإضافة إلى أنه بدأوا يستهدفون خارج الأراضي الفلسطينية إن كان في العراق وإن كان في لبنان وإن كان في يعني في إيران الجمهورية الإسلامية، وبالتالي أنه هذا يعني هذا الرد كنا متوقعين. في ظل استمرار القصف بين حزب الله والكيان الإسرائيلي، يترقب العالم مسار التصعيد بعد توتر غير مسبوق تصاحبه جهود دولية للحيلولة من دون نشوب حرب إقليمية شاملة. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. رح نتحاور في ملفنا الثاني مع الباحث في الشأن السياسي الأستاذ علي فضل الله، حياك الله أستاذ علي. حياكم الله أستاذ فرح، شكرا لهذه الدعوة. الله يسلمكم. أيضا سيكون معي عبر سكايب من بيروت الصحفية والكاتبة الست ثريا عاصي، حياك الله ست ثريا. وحياك يا رب. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ سهل. علي، 50 صاروخ أمطر الكيان الصهيوني من حزب الله اللبناني، ما الرسالة الموجهة للكيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أكرر شكري وامتنان لهذه الدعوة ست فرح، تحياتي لحضرتك وللضيفة الكريمة ولفريق العمل. قطعا الآن دخلنا في مرحلة متقدمة بالحرب مع الكيان الصهيوني، تغيير استراتيجية من قبل الكيان الصهيوني والذهاب إلى أبعد من استهداف المدنيين العزل من خلال حرب الإبادة لا
الضغط على المفاوض الفلسطيني والتي لم تنجح بالتأثير على المفاوض الفلسطيني وحتى على محور المقاومة. يبدو أن هناك استراتيجية جديدة بدأت تتبع من خلال الكيان الصهيوني، خصوصا بعد زيارة نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية وأخذ الأذن من الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف كبرى القيادات في الخط الأول على المحور السياسي والأمني لمحور المقاومة. ولكن وزير الخارجية قال أننا لم نكن بعلم باغتيال الكيان للشهيد إسماعيل هنية. الولايات المتحدة الأمريكية يعني منذ اليوم الأول ولحد الآن لا تقبل أن تعترف بأنها تقف وراء الدعم الصهيوني، والمنطق والعقل يقول لو أن الكيان الصهيوني حارب محور المقاومة لوحده لكان قد انهار هذا الكيان أمام فقط الفصائل الفلسطينية وليس عموم محور المقاومة. لذلك هذه أكذوبة لا تصدق من قبل المحور المقاومة وكل المراقبين لما يحصل حقيقة في موضوع المشهد السياسي والأمني. إذن علينا أن ندرك لماذا هذه استراتيجية. واضح أن هنالك ضغط كبير جدا، انهيار الجبهة الداخلية للمستوطنات الصهيونية في الأراضي المغتصبة، وكذلك تعرض الولايات المتحدة الأمريكية وعموم دول الاتحاد الأوروبي الداعم للكيان إلى إحراج كبير من خلال ما يسمى في موضوع احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل أمام حرب الإبادة. أنا أعتقد جعلت الولايات المتحدة الأمريكية في إحراج كبير، هي تريد من خلال هذه الضربات إحراج الفريق المفاوض محور المقاومة. الضربات وردة الفعل من قبل حزب الله الأخيرة خصوصا 50 صاروخ لا أعتقد هو الرد الذي يفكر فيه حزب الله. هنالك دراسة يبدو مستفيضة أولا من قبل المخطط الاستراتيجي لحزب الله ولعموم محور المقاومة، يبدو أن هنالك ضربة تلوح في الأفق ستكون قاصمة لظهر الكيان الصهيوني تتناسب وحجم الاعتداء السافر على كل محاور المقاومة وخصوصا على الجمهورية الإسلامية. ستثري الجميع يترقب رد حزب الله على اغتيال الشهيد فؤاد، كيف ومتى سيكون من وجهة نظرك؟ هي عمليا يعني بعد التحية والتحية لأرواح الشهداء بفلسطين ولبنان وجنوب لبنان واليمن والعراق وطهران مؤخرا، يعني الرد هو لم يحسم حزب الله وفصل بين جبهة الإسناد التي واصلت عملها منذ صباح الأمس أو منذ أول من أمس بين جبهة الإسناد والرد المزلزل الذي الحتمي والقاسي الذي سيكون على الاعتداء على الضاحية، على قتل الأطفال في الضاحية والمدنيين، وعلى اغتيال القائد الجهاد الكبير. وطبعا الرد من طهران سوف يكون بمستوى حجم الإهانة والوقاحة الإسرائيلية ومن خلف الإسرائيلي، لأنه بكل البيانات التي ترددت في العاصمة الإيرانية كانت أن الإسرائيلي ومن وراءه الأمريكي أو من وراءه من الدول التي دعمت هذا الإسرائيلي. وبالتالي حتى اليمن يعني نحن لا نعرف إلى الآن ولن نعرف، لأنه حتى الذين يتوافدون إلى العواصم إن كان إلى لبنان أو إلى طهران أو إلى إرسال الاتصالات إلى اليمن لا أحد يعرف كيف سيكون هذا الرد، وإذا كان أنه راح يكون متزامنا واحدا أو كل على حدة. لذلك فصل سماحة الأمين العام سيد حسن نصر الله بين جبهة الإسناد واستكمال جبهة الإسناد بعد فترة الحداد والتشييع والرد الذي سيكون مزلزلا. طيب والذي يعني حتى أفهم نقطة من حضرتك، سماحة الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد نصر الله قال ابكوا اضحكوا قليلا وابكوا كثيرا، يعني هذه جاءت كل الأوصاف وسوف تبكون كثيرا. نعم،
سوف تكون كثيرا، وهذا يعني نعم. أنك يعني لن تخرج بعد اليوم، بعد الآن، بعد الرد الذي سيأتيك يا نتنياهو، بعد الرد الذي سيأتي لن تفرح كثيرا كما فعلوا في حين تمكنوا من أن يتطاولوا أو يتجرؤوا على يتواقحوا باستهداف العاصمة طهران والعاصمة بيروت. يعني ضاحية بيروت هي العاصمة بالنسبة لحزب الله، وبالتالي أنه جبهة الإسناد سوف تكون أقصى. ولذلك هو قال أيضا أنه الأيام والليالي والميدان بيننا وبينكم، الأيام والليالي والميدان أيضا. فبالتالي موضوع جبهة الإسناد، وخاصة بعد أن يعني الآن يهرول إن كان بعض الوسطاء العرب ولا الوسطاء الغربيين والولايات المتحدة، ويتكلمون عن اتفاقية وعن وقف لإطلاق النار في غزة أو عن محاولات للضغط على نتنياهو. نعم. فيما يتعلق بهذه النقطة هم فهي واضحة جدا، المفاوض الفلسطيني. نعم. وبالتالي أنه ما يضحكوا علينا، وخاصة أنه نحن شربنا من كأس أوسلو من قبل، يعني صار لنا أكثر من 30 سنة وهم يضحكون علينا بموضوع اتفاقيات السلام إذن لا مأمن لهم أستاذ علي بصراحة. وبالتالي الرد على الإهانات التي وجهت أو على الضربات الموجعة، لأنه حتى وقت اللي بيقول السيد حسن أنه اضحكوا قليلا لأنكم أوجعتمونا، لأنه هو تكلم عن وضحت الحزن الفكرة تماما ستريا، عن البكاء الذي تأثرنا به. نعم. إن كان بمقتل السيد شكر في الضاحية أم في اغتيال هنية في طهران. طيب أستاذ علي، نتوقع ردا إيرانيا موجعا سيفتح حزب الله اللبناني في ذات الوقت والزمان والمكان، أتحدث عن وحدة الساحات، أم سيكون الرد الإيراني منفصل تماما عن رد جريمة اغتيال فؤاد شكر؟ يعني خلينا نوضح جانب مهم، استراتيجية محور المقاومة ست فرح من سيلي، هذا السؤال يجب أن نوضح استراتيجية محور المقاومة في إدارة الحرب في المنطقة. هنالك مشترك بين كل محاور المقاومة والجمهورية الإسلامية، وهو إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المنطقة واقتلاع الغدة السرطانية، غدة الكيان الصهيوني في فلسطين. طيب. هذا حقيقة متفق عليه من كل الجبهات، لكن بنفس الوقت هنالك لكل محور تكتيك خاص ومساحة مناورة تتناسب وحجم المنطقة. بتوضيح أكثر، جبهة العراق كأسلوب وتكتيك لمواجهة الكيان الصهيوني والمصالح الأمريكية يتبع تكتيكا، حزب الله يتبع تكتيكا، وكذلك اليمن. لكن بالمقابل هنالك تكامل، دور تكاملي ما بين محاور المقاومة. موضوع الرد، أنا حقيقة أشرت في تغريدة أنه أتوقع أن يكون هنالك تكتيكا عفوا خاصا لهذه الضربة، أسميته 5+1، واستخدام أسلحة متطورة وصادمة ومفاجئة للكيان الصهيوني من أجل إحداث أكبر ضرر وقوة رعب داخل الكيان الصهيوني. حتى موضوع حقيقة، موضوع تأخر الضربة، واضح الجمهورية الإسلامية تتعامل بأسلوب عقلاني كبير جدا. احنا نتحارب عقلاني أو ممارسة الحرب النفسية، هو يدوصل. أحسنتي. الكيان داخل بإنذار أحسنتي. منذ أيام نحن جبهتان، جبهة عقائدية وجبهة مؤدلجة. جبهة هي تعتبر جبهة لقيطة على المنطقة ولا ترتبط بجذور، سكان هذه المناطق لا يحتزون بهذه الأرض مع وجود الرعب. لذلك هذه المماطلة من قبل الجمهورية الإسلامية هي بحد ذاتها هي قتل للكيان الصهيوني، تأخير الضربة في حسابات دقيقة. بالإضافة يبدو أنه من أقول متعقل، دائما نعرف محور المقاومة ما يتعامل بأسلوب ردة الفعل، هو من يختار المكان والتوقيت المناسب. طيب. لإحداث ضربة قوية مزلزلة تتناسب وحجم الاحتداء. لذلك كل الاحتمالات مفتوحة، قد تكون الضربة إيرانية بحتة، وقد تكون الضربة
داعمة من كل الجبهات أو بعض المحاور. نعم. في موضوع إحداث ضرر كبير. ساعات قليلة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن اتصل بالقائد العام للقوات المسلحة سيد محمد الشاع السوداني وأثنى على دور العراق في لعب دور التفاوض لتهدئة المنطقة. العراق ممكن أن يفاوض، والآن إذا وقفت حرب غزة إيران لن ترد، حزب الله لن يرد. يعني أنا هنا راح تذكريني بضربة نيسان. الجمهورية الإسلامية لديها إيثار كبير جدا. نعم. وخلينا نعرف أنه هدف الإمام روح الله الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عندما أنتج لنا هذه الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية كان لديه أكثر من هدف عقائدي. الهدف الأول أنه العدو الاستراتيجي على المستوى البعيد هو الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. الهدف الثاني هو تحرير كامل الأرض الفلسطينية ونصرة كل المستضعفين في الأرض. لذلك أتوقع موضوع اولا بالمناسبه الاتصال ابلغ الحكومه العراقيه على حد علمي هنا خبر مسرب ان الولايات المتحده الامريكيه وافقت على سحب القوات الامريكيه وستعلن ذلك، وهذا نصر كبير يسجل لمحور المقاومه. فصائل بعد عن الـ عن الـ عن المعلومات المسربه، متى سيتم انسحاب القوات الامريكيه من العراق؟ يعني من المفترض، هم طلبوا 3 سنوات. الفريق المفاوض توصية من قبل القائد العام القوات المسلحة أنه يجب حصر الوقت قدر المستطاع، وأعتقد المدة التي سوف يتم الاتفاق عليه ما بين 8 أشهر إلى عام، وهذا يعتبر حقيقة نصر للحكومة العراقية وفصائل المقاومة الإسلامية التي وضعت ثقتها بالحكومة الحالية. لذلك دبلوماسيا انتصرنا، وأكيد نتيجة الضربات الموجعة 170 ضربة التي وجهت للمصالح الأمريكية، وهذا يحسب أيضا لمحور المقاومة. إذن في هذه الجبهة بدأنا نحقق انتصار. المتوقع الأكبر والامتصاص زخم الضربة الإيرانية، أتوقع أنه لا مجال بعد لنتنياهو الاستمرار بالحرب. أصبح الموضوع هو إذا ما استمر بالحرب راح يروح ورا بالسجن ورا يوم واحد من إيقاف هذا الحرب. ست فرح، الموضوع أصبح واضح. يعني هذه المماطلة وهذه الضربات واستهداف قيادات من الخط الأول لمحور المقاومة هو الضغط على الفريق المفاوض الفلسطيني وعموم محور المقاومة للقبول بالشروط الصهيونية، وبالتالي إعلان نتنياهو منتصرا. الآن وصلت أمريكا وكذلك الكيان الصهيوني، لا مجال للمساومة مع محور المقاومة، لذلك يجب أن يقبلوا بإيقاف الحرب بالأيام وذلك أتوقع في الأيام القليلة القادمة أن نسمع مفاجآت طيبة تسجل حقيقة لمحور المقاومة وللجمهورية الإسلامية وللفصائل الإيراني واللبناني. لو قبل الرد رح نسمع هذا يعني الحرب. الآن هنالك حراك كلش قوي ست فرح على الجبهة اليمنية، على الجبهة الإيرانية، على حزب الله، حتى باتجاه العراق هنالك حراك دبلوماسي عالي المستوى. طيب. وبالتالي واضح أن هنالك ذعر كبير لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى الكيان الصهيوني. لذلك أتوقع قبل الضربة الإيرانية أن يكون هنالك ردا يعتبر بشارة ونصر لمحور المقاومة. نعم. ثريا، تتوقعين إيقاف الحرب على قطاع غزة قبل رد حزب الله اللبناني أو بعد رد حزب الله وإيران؟ تكون مناورة يعني بالنسبة للولايات المتحدة كما سبق وذكرت أنها تناور في هذا الموضوع، لأنه يعني الكل يحتاج لأن تقف. يعني صلنا أكثر من 10 أشهر ونحن نصرخ وننادي مع أهالي غزة مع أطفال غزة بأوقفوا هذه الإبادة، أوقفوا هذا الحرب. العالم كله يجتمع وينزل إلى الشوارع بصرخة واحدة بوقف الإبادة الحاصلة، حرب الإبادة والمجازر الحاصلة في غزة. ولكن يعني نحن لو أنه كنا نتوقع أن يتمكنوا من الوصول وليست مناورة ما يحصل بالكوريدورات، وهي رجع الوفد الإسرائيلي متخبط بين بعضه لأنه نتنياهو يكذب بموضوع أنه هو يريد أن يحقق شيئا على هذا الصعيد، وإلا لما كان قتل المفاوض الفلسطيني الأول رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض كان الأخ إسماعيل هنية
القائد حركة حماس، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وبالتالي لو كان يريد أن يتوصل إلى أي اتفاق أو إلى أي صفقة تحت ضغط الشارع العربي ولا الشارع الإسرائيلي أو الشارع الغربي، كله كان في الشوارع وهو لم يأبه، ولما كان صفق له الكونغرس الأمريكي 51 دقيقة، كل دقيقة كان يطلع يوقفوا عن الكلام ويصفقوا له، حتى لو كان يتكلم فقط ينطق عن كذيب وهراء ما كان ينطق به. وبالتالي هو لا يريد أن يتوصل إلى اتفاق، والأمريكي الذي أعطاه الضوء الأخضر بهذا التصعيد الذي أو هذه الهدايا التي قدمها له، كما قدم له القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، كما قدم له نعم. يبدو أن صوت الصوت ريا ليس واضحا. نعم. الاغتيال في طهران والضاحية الجنوبية، وهو يهرول إلى العواصم ليقول أنه ألا تكون الضربة قاسية، ألا تجرون للحرب. وضحت الفكرة جدا، ولكن أنه لا أعتقد أن سوف ينطلي على أحد الوعود بالانسحاب، لأنه كم من مرة انسحب الأمريكي من العراق، فلنتذكر ذلك منذ يعني نعم. يبدو أنني فقدت صوت الست ثريا عاصي، الكاتبة والصحفية من بيروت. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. بأقل من دقيقة أستاذ علي، ما موقف المقاومة العراقية من الرد اللبناني والرد الإيراني في حال تصاعد الأحداث في الفترة المقبلة؟ أنا قلت لك في بداية الكلام، حقيقة لكل جبهة لها تكتيك خاص تراعي ظروف الدولة أو المنطقة التي تتواجد فيها. فصائل المقاومة الإسلامية تدرك جيدا أن الجانب الأمريكي أراد استفزاز الفصائل لجر الفصائل إلى حرب لتكون ذريعة للانسحاب من التفاوض مع الحكومة العراقية والبقاء أطول فترة ممكنة. لذلك نحن نعض على الجراح حقيقة من أجل العبور إلى إخراج القوات الأمريكية في المرحلة القادمة، وأعتقد أنه نحن على أعتاب فعلا إبرام هكذا اتفاق ليحسب نصرا للحكومة العراقية ولفصائل المقاومة الإسلامية. أكو معلومات مسربة وحديث في الشارع، ما نعرف شنو صحته، بعض الشخصيات المقاومة العراقية احتاطوا أمنيا خوفا من عمليات الاغتيال، شنو صحة هذا الخبر؟ سيد فرح، نحن في حرب حقيقة قد لا يوجد فيها تكافؤ ما بين إمكانيات محور المقاومة والكيان الصهيوني والجانب الأمريكي وعموم المعسكر الغربي، وهذا ليس عيب، لكن بالمقابل الاحتياط واجب. نحن في حرب مفتوحة، والحرب كريهة دائما لا تجلب إلا الموت، لذلك من باب الاحتياط ويجب إذا ما فكرنا فعلا بتحقيق الانتصار فعلينا قدر المستطاع الحفاظ على كل القيادات من الضربات الأمريكية والضربات الصهيونية. شكرا جزيلا الباحث في الشأن السياسي الأستاذ علي فضل الله، نورتنا في حصاد اليوم. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت فيه. ننتقل الآن بكم إلى الموجز الخبري. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمقترحي تعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام. السوداني يوجه بالإسراع في شراء الآليات الخاصة لفريق الجهد الخدمي ورفع وتيرة العمل. وزارة الكهرباء تعلن تشكيل غرفة عمليات دائمة لإدارة الزيارة الأربعينية وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء. الأمن الوطني يعلن القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية المكنة أبو هاجر في قضاء الطارمية. التخطيط تعلن عن إبرام 4 عقود لتنفيذ مشاريع خدمية في محافظات بغداد والنجف الأشرف وذي قار. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.